السلام عليكم. عندهم دابا اتوفقنا السلام عليكم، كيف توما؟ لاباس؟ بخير، صحة؟ لاباس اخوان الاخوات محبي جمعية الرحالة لهواة المشي والمشاة، اهلا وسهلا بكم. رمضان مبارك سعيد، على الرغم مسكين ما بقاش فيه بزاف، صافي دينا نودعو. هاد رمضان اللي كان شوية سبيسيال، اليوم الجمعية كتكمل في السيري ديال لي لايف ديالها اللي كتعمل، اللي عملت في هاد المدة هادي كاملة. كما كتعرفوا، كما كان متوقع بان غيكون الاخ عمر من ليبيا. الاخ عمر لم يتوفق في اللايف ديالو مسكين، نظرا لان الظروف القاهره اللي كيعيشوها الشعب الليبي. الله يكون في عونه مساكن، بانك فرق بانك تكون عايش. حنا عايشين بين الخلع والهلع والتخوف من هذه الجائحه ديال كورونا كوفيد 19، بينما هو مساكن. يعني الاخ عمر قال لك الصواريخ كتنزل عليهم، تقطعات ديال الكهرباء غير هما، يعني ما عايشينش اصلا. الحمد لله، الحمد لله عليها نعمه، عليها نعمه. حتى بالنسبه لينا حنايا، من الحاجات اللي علمتنا كوفيد هي نقولوا الحمد لله ونقولوها مقتنعين بها. الحمد لله كنتنفسوا، وهذه من اهم الحاجات اللي هما في المشي، باننا قادرين نتنفسوا. باقي لنا العمليه ديال استنشاق الهواء شهيق وزفير، واحد الحاجه اللي هي نعمه، ونعمه كبيره من عند الله كنقدروا نعملوها. ولذلك يعني كنطلبوا من الاخوان في جمعيه الرحاله اللي هو المشي، كنعتذروا لهم باسم الاخ عمر لهذه الظروف اللي جاتهم. اذا بالنسبه لليوم، كما تعلمون احنا كتجمعنا هواية المشي، جمعية فيها ناس مشاءة والناس اللي كنتمنوا يوليو يرعوتهم يرجعوا معنا مشائين ومشاءات، ينخرطوا معنا في هاد التجربة هادي اللي ليست بمغامرة. بزاف الناس كيقول لك كتغامروا كتهدي، بالعكس عند واحد الطبع ديالها الخاص، واحد لوغو ديالها سبيسيال، ان بليزير سبيسيال، وكتعطينا بزاف الحاجات، كنستافدوا منها بزاف الحاجات، استفاده شخصيه نفسيه روحيه. كل واحد كيفاش هذيك شخصه، ولكن في الاخر كاين بينا نفس الشيء. المشي علمنا بزاف الحاجات، واصلا يعني لو جيتي غير مثلا كتشوفوا غير فوائد المشي، شحال من فائده فيه، فوائد كبيره. وكل واحد فين ما دخلتي كتجبر بان كيعطيك مجموعة من الفوائد. إذا جيتي غير زعما تقول بعض منها، مثلا إذا جيتي تشوف غير من الناحية الطبية، مثلا غير الناس ديال السكر، مثلا خصوصا السكر، الإصابة ديال السكري النوع الثاني كيقلل من الخطر ديالو، ينظر لأنه كيتقلل من مستويات ديال السكر في الدم. إيماجينو معايا، شوف معايا، حتى الناس اللي عندهم مثلا ألم في المفاصل، وهذيك تخفيف الألم المفاصل كيعطيهم بأنهم يمشيو. بين الحاجات اللي ذكرت وكنذكروها، وخصوصا في هذه الايامات هذه اللي هي المناعه، الحاجات اللي كتعزز المناعه بشكل كبير هي تمشي، خصوصا بان الاطباء كينصحوا بان المينيموم خصك تمشي واحد نصف ساعه في اليوم او لمده نهاريه لا، غالبا خصو يكون واحد المعدل ديال نصف ساعه نصف ساعه في المده ديال 5 ايام نقولوا في الاسبوع. ونصف ساعه ما هيش شي حاجه كبيره الاخوان، كنقولها لكم زعما ليس بطريقة بأن الإنسان محترف غيمشي يطلع جبل، أو لا غيمشي في غابة يبقى ماشي نصف ساعة، راه أبان شحال 2 3 كيلومترات ما كملاش. إذا بمجهود قليل كنقدروا نحافظوا على بزاف الحاجات. كما كتعرفوا بأن المشي كيعطينا، كيعزز الصحة ديال العظام، كيعزز الصحة ديال القلب، واحد الحاجة اللي هي واضحة، كيخفض ضغط الدم، كيحسن المزاج ديال الإنسان،
بزاف الانسان كان كيشكي بزاف ديال الاعراض ديال مثلا غير في النوم اذا لاحظتوا، وهذه هي دائما المشي، يعني كيقول لك من الاحسن تمشي في الصباح بكري، ولكن بزاف الناس كيمشيو بالليل. هاد الناس اللي كيمشيو بالليل كتلقى الاغلبيه بعض المرات كتجبر مثلا عنده مشكل في النوم، وبديك الطريقه هذيك كتعطيه بان هو غتعاونو على باش ينعس. كاين الناس اللي كتمشي، وهذه موجوده وموجوده بزاف، نظرا لان السمنه اول حاجه اللي كتعطى فيها هو المشي. علاش؟ نظرا لان بزاف الانسان اللي كيكون عنده واحد سور بوا، واحد الوزن الزائد، ديك الوزن هذاك باش طيحو ليكزارسيس، اسهل اكزارسيس اللي تقدر تعمل هو المشي، وغتمشي على حسب المجهود ديالك. يعني الناس اللي عندهم سمنه كنقولوا لهم في الاول مشي قليل قليل، قدرتي تمشي 10 دقائق اليوم مزيان، قدرتي تمشي غدا ربع ساعه مزيان، شحال ما قدرتي تمشي. المشي واحد الحاجه اللي مهمه ومهمه بزاف. كاين بعض التجارب اللي تعملت بالنسبه للنساء، لان المشي كيخفف اصلا من الالم ديال الدوره الشهريه. بالنسبه للبشره ونعومة البشرة وكتبان البشرة، المشي حتى هو كيأثر فيها بشكل عام. يعني إذا جيتو نهضرو على المشي كنهضرو على الدورة الدموية، الدورة الدموية في الذات. إذا هاد الدورة هذه الدموية اش كتعطيك؟ علاقة القلب هو الأولاني، هو اللي كيضخ ديك الدم في الذات كاملة. يعني إذا جيتو تشوفو مثلا، إذا مشيتو تعبروا الضغط ديالكم في الصيدليات ولا عند الأطباء، كيعطيك جوج ديال لي ميزور، كتجبر عندك سيستوليك اي دياستوليك اللي كنقولوا اللي طالعه واللي هابطه. ديك سيستوليك اللي كتجبر خاصها تكون عاده انسان عادي ما خصهاش تفوت 14، هذيك كتعني هذيك هي الساعه اللي كيكون فيها القلب زيار، كتعرفوا دقه القلب كيكون مجموع بلوك مجموع بلوك، هذيك اللي كتعطي لنا السيستوليك، يعني ديك الساعه اللي كيضخ فيها القلب الدم. ودياستوليك هي الساعة اللي كيكون فيها القلب مرخي، يعني كيعود يعمر الدم. يعني نشوفوا معنا الإخوان الدورة الدموية، يعني كيدخل لك الدم كيتجمع عاوتاني كيتطلق. فهاد العملية هادي من بين الأسرار الكبيرة اللي كاينة في الكون، نظرا لأن هاد الدورة الدموية هادي خصها توصل من جميع نقط في الجسم إلى آخر نقطة في الصباع ديال يدك. واذا لاحظتوا معايا، وهذه من بعد غنشيروا هذه النقطه من بعد اذا تكلمنا عليها، اللايف اللي كان قبل من هذا، وهي هذيك باش نعطيو فكره بان جمعيه الرحاله لهوايه المشي كتحاول تجيب شي واحد من المغرب ولاد البلاد بحال اللي كنقولوا، وكتجيب واحد من الاجانب يعني من برا المغرب. كان الاخ من المسار المعروف الشياوي، الاخ عمر ما توفقش، كانت قبل مني الاخت بشرى بيبينو، وقالت لك في ليفيرست في لو بوان في الاخر هبطت، وكانت علينا تسبب لها بان 70 جده كانوا غيتقطعوا من الراس ديالهم. علاش؟ وهذه دائما ملي كنكونوا الاخوان كنمشيو في الثلج وفي الظروف شويه بارده، كنقولوا حركوا 70 جدنا، نظرا لان ديك لا بوينت خصها توصل لها ديك الدوره الدمويه. اذا بعد نتعمقوا في هذه النقطه اذا بغيتوا. اذا دابا اللي غنشوفوا واللي غنهضروا عليه دابا قلنا هي هذا النشاط ديال الدوره الدمويه هذه، واللي كيأثر على القلب والرئتين. هادشي هذا شنو كيعطيك؟ كيعطيك تقوية العضلات. هاد تقوية بعد نشيرو لهاد النقطة هادي، نفرقو بين العضلات والمفاصل، نظرا لأن هادو بجوج بهم كيتأثر بهم المشاء بشكل كبير، والإنسان الإنسان العادي كذلك. كنعرفو كاملين المفاصل، البوانيه، الركبه، بالنسبه لينا حنا المشائين كاحيل، هادو كنعرفوهم مزيان. هاد المفاصل هادو يعني هما ديك النقط اللي كيلتقيو فيهم واحد جوج ديال العظم. يعني المفاصل اذا جينا نقولوا هو العظم، باش نسهلوا على المستمعين ديالنا وعلى الاخوان ديالنا كاملين. هاد المفاصل هادو كاين فيهم نوعين، كاين المفاصل اللي هي كتحرك كتكون كثيرة الحركة، لكن البنية ديالها كتكون نوعا ما ضعيفة، بينما كاينين وحدين اخرين اللي كتكون متينة ولكن محدودة الحركة. مثلا عمود فقري السوسو ديال الدار يكون متين، فهمتيني؟ اذا هنايا في هاد المفاصل هادو كاين بعض المكونات اللي خصنا نشوفوهم ونهضروا عليهم. مثلا بحال دابا الكولاجين، بين الحاجات اللي هما
مهم من اللي اذا شفنا من الناحيه العلميه اللي كنقول الانسجه المتينه مقاومه للتمدد. حنا هذه على الاشاره باش نعملوها بين غير واحد بين مزدوجتين. حنا في المغرب عندنا واحد الاكله اللي هي مزيانه مزيانه بزاف وكتفيد بزاف، اللي هي الفراقش، نسيت الاسم ديالها. المهم اللي كنقولوا حنا الفرقش عنده واحد الاسم اخر. اذا هذه فيها واحد الكميه كبيره من الكولاجين، حاجه طبيعيه. ملي كنقولوا حنا ديال هذه يعني ما خصناش نكثروا منها، ويمكن تاثر على الناس اللي عندهم الضغط، عندها واحد اعراض اخرى جانبيه اللي خصنا حنا دائما نشوفوها، نشوفوا لها جانب اخر. ولكن هذه اللي كتابورت لنا بزاف في هذه الكولاجين، اللي هو حاجه مهمه وخصوصا مع عامل السن كننصحوا بها الناس. يعني ملي كيتطور السن كينقص الكولاجين، وهذيك بين الحاجات اللي مهمين في المفاصل. اذا هاد المفاصل هادو اذا هضرنا عليهم قلنا اذا كاين هادو، وكاين حاجات اللي هما فيهم اللي هما لي ليغامون الاربطه والاوتر لي طوندون. دونك باش نفهموا المفصل ديالنا، علاش كنقولوا هادشي هذا؟ باش كنهضروا على المشاء قبل ما يخرج يعرف شنو هي لا كونستيتيسيون ديالو، شنو هو التكوين ديالو، باش ما يتكرفش على راسو. يعني خصو يعمل ان اكزرسيس يكون اكيليبري، خصو ديك ليكيليبر هذاك يحافظ عليه قبل ما يهدي. الله يجازيك بخير اخت فاطمه الزهراء الهرقمه. اذا قلنا عن المفاصل، وكاينه اللي هي العضله. هادشي هذا في العيل الكبير كيبان مزيان. العضله هو اللحم، هو اللي كناكلو حنا كنقولوا هو اللحم. هذاك ديك العضله ديك لو مشكل هذاك هو المسؤول على الحركه. واذا جيتو تشوفوا بان احنا عندنا العظام وعندنا العضله، العضله راه في الوزن ديالها راه جوج مرات ونص زايده على الوزن ديال العظام، وهي 40% ديال الوزن الكلي ديال الجسم. شوفوا الاهميه ديال هذا العضو هذا اللي هي العضله، وهذا هو اللي كيعطي الجسم الشكل ديالو. يعني كتشوف الشكل ديال الانسان، العضلات ديالو اللي كاينين كيعطيو حنا من الشكل الرئيسي ديالو، وهو المسؤول الاول على الحركه اللي كيعطي الحركه ديال الذات. هاد الحركه هذه من بعد اذا بغيتو نشوفوها كاينين كيدخلوا فيها حجوج بروتينات اللي هما الميوزين والاكتين. اذا هاد العضله هذه مكونه من واحد الخلايا طويله رفيعه صراحه الله، كتجمع اللي هي الليفه العضليه، هي اللي كتعطي ديك الانقباض والانبساط. هاد العمليتين هذه اللي كنا كيقوموا بهاد بالافراز ديال الاي تي بي بالميوزين والاكتين، هادو هما اللي كيخليونا حنا نتحركوا. اذا شنو ما كنتحركوا شنو كان يعني حنايا؟ عاوتاني العضلات عندنا ديك العضله اللي كتسحب بالقوه، مثلا كتشوف الناس ديال كمال الاجسام اللي كيهزوا الوزن، اولا الناس كتمشي للسوق باش تهز الكفه، هاد العضله هذه كتعطيك واحد النوع من القوه ديال الديت باش كتحرك. وكذلك هي كتحرك الاجسام ديال الجسم، يعني باش نخلف ما غنهش ما غنرفعش ما نسحبش الشيء، ولكن باش بانني نمشي لانني مخلف. والعضلات ماشي غير العضله اللي كتشوفوا اللي كنا طرد اللحم، القلب في حد ذاته عضله، جهاز الهضمي ديالنا، المعده، المصارن، الامعاء عفوا، هادو عضلات. والمشي كينشط هاد العضله هادي، مثلا العضله ديال القلب اكبر منشط ديالها وكيقويها هو المشي، نظرا لان الدمارات الدمويه هاد العمليه اللي كنقولوا الاستنشاق اللي كندخلوا فيها الاكسجين اللي كاين في الجو كندخلوه باش كنأكتيفيو هاد العمليه هادي كامله. من بعد ديك الرياكسيون موراها كتخرج لنا ثاني اكسيد الكربون. اذا قلنا الاخوان دابا باش هضرنا على هادشي، هذا هادي كيعطينا كيأثرنا على الرئتين، كيتسببنا خصوصا هادو الناس المشاء والمشاء المحترفين اللي كيطلعوا في لي سومي، كيطلعون لي زالتيتود عاليين، كتجبر اتساع ديال الرئه. وهادي من بين لي زافونتاج ولي زافونتاج اللي كبار، لان الرئه ديالنا كتعطينا كتكبر، العضلات ديالنا كيتقواو، بحيث ان ملي كنهضروا على العضلات عاوتاني يعني عضلات ديالنا سواء ديال الساقين ولا ديال البطن. هادشي هذا شنو كيعطي؟ كيعطينا كنتخلصوا في الجسم ديالنا من ديك السعرات الحراريه الزائده، خصوصا عرفتي فين عندنا هذوك الاغلبيه ديال اللي الزائده الزائده هو في البطن، هنا في الجناب اللي ماشله. اذا شنو كتعمل؟ حنا ملي كنمشيو ان اكزرسيس في الاول كتستعمل اللي عندها هي ديك الطاقه اللي عندها هي اللي كتولدها بديك الساعه،
مي كتفوت انت ديك الطاقه هذه كتبدا تفتش من جهه اخرى تجيبها، كتبدا تستهلك داكشي اللي عندها، ديك السعرات الحراريه اخرى اللي عندها زايده كتبقى تستهلكها. اذا هنا كنخليو بان احنا الذات ديالنا كنجبروها باش تستهلك هاد السعرات هذه وتعطينا واحد القوه ديال باش نعملو ديك ليكزارسيس هذاك. اهم حاجه عاوتاني ملي كنعملو هاد ليكزارسيس وهي اللي قلنا قبيلاتي ديال بالنسبه للناس اللي عندهم سور بوا، هي التقليل من الكوليسترول في الدم. كاملين كنعرفو الكوليسترول وشنو هي الاضرار ديالو بالنسبه للذات وبالنسبه للدم وبالنسبه للاوعيه الدمويه والتسبب ديالو في الضغط، التسبب ديالو في تجلط الدم. غير واحد الاشاره صغيره، كاين بعض الاخوان كيبقاو يسقسوني الكوليسترول فيه الايجابي. نعم فيه الايجابي، ومنو اللي كتجي لها فيتامين دي مثلا، ولكن ماشي خصك تميزو الاخوان المدني. ملي غتمشي غتبقى تلقى ال دي اش كتجبرهم في التحاليل، وهادي هذا اللي كنهضروا عليه حنا. الكوليسترول السلبي هو الاغلبيه اللي كاين في الذات، واخر كيكون كيتكون منه يعني اي حاجه في الذات كتكون كتجي منه واحد الاصل اللي هو يعطيك واحد الحاجه اللي هي مزيانه. اذا قلنا الاخوان كيف كنهضروا على المشي بشكل عام، كنهضروا بان حنايا كنقومو كنخلفو وكنمشيو كنخرجوا في اطار الجمعيه. دابا عاده الله يفحل هذا، انا مشد الميول ديالي العلمي على اللي هو المشاء. في الحياه ديالي اليوميه انا صيدلي، صيدلاني، يعني الفورماسيون ديالي سيونتيفيك، ولكن الهوايه ديالي وكنحماق عليها وكنعشقها هي المشي. الحمد لله يا ربي من الحاجات اللي قريتهم وعلموني بان الفوائد المشي عديده. يعني بحال ملي كتمشي تشوف تعمل انفستيغاسيون اي حاجه كتجبر بان لا خصك تمشي. وبحال اللي قلنا واخا نمشيو نصف ساعه. الاخ كتب الصوت ضعيف، كتسمعوني يا الاخوان ولا دابا مزيان؟ كيتسمع مزيان. اذا قلنا واخا نمشيو نص ساعه. باش نعملو هاد ليكزارسيس كاين بعض المرات حنا بيدنا كنعملو اخطاء. اول حاجه خصوصا بالنسبه للمشاء اللي كيكونوا مثلا غيمشيو في شي جبال اللي كيكونوا شويه محترفين، في الاول يعني دائما حاولوا الاخوان حافظوا لا على الماكله ديالنا ولا على لو ميسكل ديالنا. اذا دائما في الاول كلما كنت اقرب الى الميكرو كان افضل. دائما حنا في الاول قبل ما نبداو اي اكزرسيس كان، اي تمرين كان، سواء كان ماشي او غير الماشي، دائما الانسان كيخصو يعمل دي زيشوفمون. بالنسبه للمشي في حد ذاته هو بيدو يعني هذاك واحد السخينات. يعني قبل ما تبدا التسخينات يقول لك وخلف واحد شويش، واحد 10 دقائق مثلا. هذه بالنسبه للناس اللي كيعملوا رياضه تخرين، بينما بالنسبه للناس اللي مشاء يعني ما انك غتبدا الوتيره شويه طالعه، يعني مثلا غتجبر راسك من الاول بديتي اون طونجونت واحد طالعه شويه صعيبه، هذيك هي كيخصك تعمل منها قبل منها واحد شويه ديال التمديد العضلي ديال الحركات، وهي حركات ضروريه ستريتشينغ. هاد الحركات هادي مهمه بزاف، خصوصا المجهود العضلي. وهاد الحركات هادو كيتعملوا سواء قبل سواء بعد. اذا ديك التسخينات اللي كنعملو قبل خصوصا بالنسبه للمشائين والمشاءات، يعني خصهم يعتمدوا على الكاحل، لي شوفي، على الركبه. هادو هما العضلات اللي كيكونوا حنا بالنسبه لينا متاثرين اكثر بالمشي، ولهذا المشي من اسهل الرياضات، واكثر من كل شيء هي من ارخص الرياضات، نظرا لانك تقدر تمشي بحوايجك عادي، تقدر تخلص وتخلف، ما كاين حتى شي مشكل يعني في اي ساعه. حاجه واحده بالنسبه للمشائين، هنا الاخ نوفل نائب الرئيس عندنا الكاتب العام هو اللي دائما كيقول لنا حذاء المشي. باش تمشي مزيان خاص الصدمه ديالك تكون مزيانه. علاش غتصدم؟ تصدم مزيان نظرا لان المشي شنو هو؟ كضرب رجلك، يعني خصك ديك الحاجه اللي تامورتي مزيان ديك الساعه ديال ديك الضربه هذيك. ما يمكنش تطلع بسبردينه في الجبل، دي واحد الحاجه
اللي هي هتأثر لك على الذات ديالك. الأخ نوفل كتب إذا بلدت تغذية جيدة ماشي، هل هناك عقاقير؟ فكرني فيها الأخ نوفل الله يرحمه، يعني دابا شويش ونهدي. إذا كنا أول حاجة وأهم حاجة بالنسبة للمشاء هو الحذاء. إذا في النقطة اللي كنوصلوا بها حنا من الأرض اللي هو رجلنا، العضو الأولي المفصل الأولي اللي هو الكاحل، إذا تسخينات هذا الكاحل هذا. الثاني هي الركبة، تسخينات الركبة ديال الفخذ، هادو هما الأعضاء اللي كنعتمدوا عليهم. إذا في الأول كيخصنا ولا بد من التسخينات ديالو، يعني الحركات هما معروفين، يعني شوية ديال سيركولار الحركات ديال الكاحل، يعني كنحركوه هكذا، يعني ديك الموفمون ديال ديك الكاحل هو اللي يكون كيتحرك بشويش علينا. يعني راعيو في الأول بأن حنا عاد كنبداو ليكزارسيس بشويش علينا، غنبقاو ماشيين معاه. إذا أول حاجة هي هاد الحركات هادي ديال التسخينات، وهي من الحاجات المهمة جدا باش كنبداو. مور هاد التسخينات هذا كيبدا لنا اللي هو اللي هاد العملية ديال المشي. المشي هنا كاين نوعين، كاين المشي اللي غنمشي عادي بحال اللي نقولوا حنا دابا مثلا في مدينة طنجة، غنمشي غنمرقالة، نمشي ونجي 5 الكيلومتر اللي هي تبارك الله واحد المسافة، ولكن كتكون مستوية، يعني ما كتطلبش منك واحد المجهود كبير. أو غتمشي في جبال وغتطلع جبال، وتبارك الله هنايا في خلال الجمعية هي ديك الإخوان اللي باقي ما عمرهم ما خرجوا معانا، نعرضهم باش يخرجوا معانا. مثلا كتشوف كاين فرق بين سلسلة جبال الريف وسلسلة جبال الأطلس، الخضورة اللي كاينة في الجبال الريف كتكون شوية زايدة، جبال الأطلس كيكون شوية صخرية أكتر، كتكون شوية صعيبة أكتر، بحكم بأن لالتيتود فيها زايدة، بحكم بأن لا طونجونت فيها زايدة. حنا هنايا في الجبال ديال الريف تيسوكا صراحة الله هو اللي جاني صعيب خرج منها، بينما عندك تيدغين، تيزيران، القراع، كيلتي تا هو شوية البارتي الأخرانية ديالو صعيبة تا هي، خصوصا إذا جا فيك الريح، كيلتي كيجي فيها الريح بزاف. القراع واحد المرة كنا عملناه، كان جا فينا ماشي أنا، القراع الجبل كان جا فينا مع واحد الموجة ديال الريح والثلج، كان منظر جميل 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 جدا 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 جدا، بين الحاجات اللي زعما كتمتع بالطبيعة في المغرب فيها هي هذه الطبيعة غزالة خلابة. والله اخوان زعما لو تشوفوا داك الفيديو وداك الشيء هذاك، راه كيجيك بأن راسك بحال كتقول حنا ماشي في المغرب، شي بلاد اخرى في السويد ولا شي حاجة اللي هي في لي بيي سكوندناف، ماشي في البلاد ديالنا حنايا، نظرا لأن حنا بلاد افريقي واخا كنساوها. ولكن صراحة الله زعما تمتعنا بالخرجات، تمتعنا، استفدنا، شفنا بزاف ديال الحاجات. في الساعة ديال اللي كتكون كتعمل ليكزارسيس، الساعة اللي كتخرج فيها واخا كتجيك صعيبة عندها واحد حلاوتها سبيسيال، بحق مي كتجلس وترتاح، والأيامات اللي موراها كتشوف ديك الشيء هذاك، كتشوف ديك التصاور. خصوصا بعض الإخوان ما كيخرجوش وكيشوفوا كيقول لك تبارك الله هادشي هذا كامل، لا خصك تمشي وتشوف كيفاش هادشي باش كتوصل له. اذا هادشي هذا شويه بحلاوته وحق يطلب منك واحد المجهود. ديك المجهود هذا دابا تفكرت، وهي هذيك دابا دائما كيغلب عليا الجانب سيانتيفيك شويه اكثر. هاد المجهود هذا خصنا نوجدوا له، باش كتوجد له واحد التغذيه متوازنه، كتوجد له بانك ما تعملش اخطاء. مثلا كاين بعض الناس كيكون دابا مثلا الخرجه ديالو الاولانيه تبارك الله كيجيب معاه الماكله اللي غياكل بها هو وجماعه كامله. نحاولوا مثلا الماكله ديال المشاء كتغلب عليها لي جلوسيد، كنحاولوا نديو معانا لا فكويسه اكثر، كنحاولوا ما ناكلوش بزاف، يعني اذا جلسنا ناكلو خصها تكون الماكله اللي فيها شويه لي بات، لي الروز، كينوا، شي حاجه مخلطه هيدا غير بالتون مثلا، ولكن يكون بكميه صغيره، فهمتيني، بكمية صغيرة. هنا نرجع نشوف السؤال ديال الأخ نوفال، تغذية جيدة، هل هناك عقاقير تنصح باستعمالها قبل المشي أو بعد المشي؟ قلنا إذا حافظنا على النسبة ديال الماء، لا هيدغاتاسيون في الذات ديالنا، هذه بين الحاجات اللي كينساوها المشائين، ولكن هنا كيوقع واحد الغلط عاوتاني، كيشربوا واحد كمية كبيرة من الماء.
يعني اذا كنا حنايا كنعملوا واحد المجهود كبير، حتى ديك الكميه كبيره ما خصهاش تكون، خصها تكون شويه. كاين دابا كاين ديك لاباري، كاين ديك لو تيب اللي كيجيب لك ديال كيقطر لك، من الاحسن تكون هذيك. يعني لو شحال ما كنا كنشربوا مقسمه وقليل، اللي كنقولوا حنايا غير كتريق كتزول ديك، نظرا لان عاوتاني ماشي في الصالح ديالك ما تشربش، نظرا لان لا ديزيديراتاسيون صعيبه وصعيبه بزاف، لان اذا جاف لك الذات ديالك يعني ديك الجفاف ديال الذات راه كيأثر بواحد التعب شديد عاوتاني، يقدر يعطيك تشنجات في الذات. اذا ولا بد من ان الانسان يشرب الماء، هذه حاجه من الضروريات من الضروريات. ولكن انا كنقول لكم الاخوان دائما يبقى يشرب قليل ويكثر من العدد ديال الجرعات اللي يشرب فيهم. اذا قلنا ديال الناحيه ديال الماكله، وجبات خفيفه الاغلبيه خصها تكون بروتينات ومن الكربوهيدراتوس اللي كتعطي لنا هادشي هذا كامل، نظرا لان هي كتعطي لنا ديك الاضافه ديال الطاقه، سورتو المانغنيزيوم هذا كيعطيك عاوتاني تا ريكوبيراسيون ديال المسكل ديالك باش كيعاونك ديك الساعه من بعد. سورتو هذه كتكون في لي فرويساك، ديك الفواكه الجافه كتعطيها لنا. الاخ يونس، دابا انا كنكون ماشي. بالنسبه للرياضه عموما يقال انه لا ينصح بها قبل الافطار، الى اي حد هذه المساله صحيحه؟ واخا سيدي يونس بلا تعطيني غير شويه ونشوف القضيه هذه ان شاء الله. اذا قلنا هي اهم حاجه بعض المرات هذه كيوقعوا فيها. ودابا باش نكملوا على القضيه ديال الماكله، بعض الاخوان الخطا اللي كيعملوا خصوصا ملي كيكونوا المره ديالهم الاولانيه كيبقاو ياكلوا منها بزاف، هي المعده اصلا اذا كانت كانت في واحد الساعه ديال ديجيستيون، يعني هي في واحد الساعه ديال الهضم بدات، خصكم تفهموا الاخوان كتمشي بواحد الاكيليبر. عندك هاد الدوره الدمويه اللي كنهضروا عليها هي اللي كتستعمل الذات باش كتعمل واحد الوظيفه او اخرى. اذا مي كتكون معده ممتلئه بعد مور ماكلات، فين كيمشي الدم؟ الدم كيمشي كيتدفق الى المعده باش كيعاون على الهضم، الميتابوليزم كامل كيكون مشغول ديك الساعه مع هذه، ما يمكنش تعطي جوج الحاجات او ميم طون. بينما اذا كنا حنايا عملنا واحد الفتره ديال الاكزرسيس خلفنا وجات ديك الساعه ديال لابوز اللي غنعملوها غنرتحوا فيها واحد شويه، غناكلوا فيها واحد قسط صغير، هذاك بامكان ديك الساعه تدات كتعاون بها بان باش كتحرق باش كتزيد عاوتاني في لي كالوري ديالها، وباش كتعطي لنا عاوتاني باش كنقدروا نزيدوا في ليكزرسيس ديالنا في المجهود ديالنا. اذا قلنا الماكله خصها تكون قليله، ونحاولوا نكثروا مثلا من الفواكه الجافه، ماكله اخرى اذا كانت تكون شي حاجه غير قليله، ممكن قلنا علاش خاطر تركز على البروتينات ولي جلوسيد بزاف هو اللي غنهادي، وشرب الماء بكثره. هنا كنرجعوا للدوره الدمويه، اش كتعني خصني نتنفس. بالنسبه للريتم ديالي هنا كيقدر يختلف بين شخص واخر، ولكن بشكل عام كيخصو يكون واحد المشي شويه ثقيل باش ما كنرهقش الذات ديالي، ما كنعملش واحد المجهود كبير، والتنفس يكون جيد، نحاول دائما نحافظ على التنفس ديالي. هنا ما ان بعض الاخوان المحترفين كيطلعوا لي هنا في اللائحه، كنهضر معاك ابو حرمه مي كنطلعوا حنا لواحد المستوى لواحد الالتيتود عادة. سمحوا لي راه استعملت غير البورطابل، هادي غير بين قوسين، بس هي جوج ما بغاوش يخدموا لنا عليها، تعطلنا شويه في اللايف، غادي نجبدوها بين قوسين. وقعنا مشكل في جوج لي بيسي ما بغاوش يقراو الفيديو، دابا كنعملوها غير بالبورطابل كتجي شويه صعيبه، ونتمنوا على ربي يكون كلشي هو هذاك ماشي مزيان والصوت كيتسمع مزيان. اذا رجعوا ديالنا نشدوا القوس، اذا هنا كنهضروا على الارتفاعات ملي كنوصلوا لواحد سيغتان التيتود. عادة الإنسان بديك 2500 كيبدا يحس، 16% ما كتقدرش توصل حتى لهاد 2500، من ديك 2500 ل 3000 هنا كيبدا يبان لك ديك الفرق ديال الارتفاع. هنا شنو كيخصنا نعملو؟ ديك نتأدبطاو على ديك الارتفاع هذاك. إذا علاش حنا وقعنا ديك المشكل هذاك؟ ديك الارتفاع هذاك كيبدا عندك واحد نقص الأكسجين، الذات شنو كتعمل؟ كيخصها تفرز كريات حمراء جديدة. هاد الكريات هذه الحمراء الجديدة
هي اللي كتعطيك ان سوبليمون. ديك السوبليمون علاش؟ حتى الكريات الحمراء هي اللي كتعمل ترونسبورتور ديال الاكسجين، هي اللي كتوصلو لجميع النقط خصوصا ليزيكستريميتي الاخرانيين اللي كاينين في الذات. اذا شنو ربح المشاء هذه دابا باش من بعد عاد كتكون من بين النتائج اللي عنده مي كيرجع هو المستوى العادي اللي عند الناس اخرين، كيكون راجع بواحد الكريات الحمراء زايدين. اذا مشى عمل تحليل الدم غيجبر الهيموغلوبين عنده هو زايد على الناس اخرين، كاين هذه فيها واحد النقطه اخرى ديك الساعه نهضروا عليها كتقدر تعطى. دونك هنا كتقدر توقع لنا اللي كيقولوا ليبوكسي لاتيتود، يعني كيكون عندنا نقص في الاكسجين ملي كنوصلوا لهذا الارتفاع هذا، ولكن هذا كنقدروا حنا نتغلبوا عليه يعني بلادابتاسيون ديالنا فيه. في حاله تقدر تعطالك مثلا تلاحظ راسك مثلا تعطاك دي موت تيحرق الراس، عاده تروبل سومي كيكون يعني ديال النعاس كيقلل النعاس، فعاده الاخوان اللي وصلوا للريفوج لاحظوا راسهم بان تبقى بان في الريفوج يعني واخا كتنعس كتنعس قليل ما كيبغيش يديك النعاس بزاف، واخا هذاك الحمد لله. وهذه فتبقى كاملين لاحظناها بان في الريفوج كتلاحظ بانك كتاثر شويه بالعلو، بينما غير كتفوت وكتطلع من الراس وما كتاثرش بحال اللي كتاثر بالريفوج. هذه من بين الحاجات اللي خصهم الابحاث اللي خصهم يعملوها، علاش في الريفوج كيتاثر الانسان اكثر من اللي كيتاثر في الصومي ملي كتوصل للريفوج. بين الحاجات عاوتاني اللي كيوقع لك هي كتجيك شويه ديال الدوخه، كينقص لك ديك الشهيه ديال الماكله كيما بعض الاخوان كانوا معنا ما نقصت لهم شي كتنقص لك الشهيه ديال الماكله. اذا دونك دائما كيخصك عاوتاني تبدا من الاول وتبدا بشويه، تبدا دوسمون اون دوسور وتبدا تطلع شويه بشويه، تبدا تطلع شويه بشويه. هنا كتشوف راسك، اذا شتي راسك بانك هنايا ما قدرتيش تقاوم راه من المنصوح به بانك ترجع باللور، ما عندكش علاش تكمل. كاين بعض الناس اللي كيضطروا ياخذوا هنايا بعض الادويه باش كتعاونهم، اللي كتكون اباز ديال باراسيتامول او لا كتكون اباز ديال لاسبيرين، هادو من الحاجات اللي كيتعاونوا. كاين واحد الدواء ما عرفتش واش نقدر نقول الاسم ديالو نظرا لان ما غنتجنب ماشي لا باش نعملو الاشهار، ولكن عنده اعراض جانبيه وكيتستعمل حاجه اخرى، ولكن هو كيعطيك يزيد لك ديك لابورتاسيون، هو اباز ديال لاسيتازولوميد، سيت ان ديوريتيك، ولكن ما كنصحش بها بان الاخوان ياخذوه. هذه في حاله كيتستعمل هذا كتاخذو معك احتياط، كتخليه مخبع في حاله اذا شتي شي واحد زاد عليه الحال عادي كتعطيه يشرب هذه الباستيه هذه باش تخفف عليه هذيك المود لالتيتود وتردو للور، يعني ما يبقاش يزيد طالع من فوق نظرا لان هذيك ما تجيهاش بنفع. حنا ما كنطلعو الجبل الا وكيجينا بنفع، يعني ما نقدروش نزيدو ان نعملو مثلا نعملو ليفرست. انا اللي سمعت الاخت بشرى ديك النهار كانت بين الحاجات اللي كنت كنقول غنعمل ليفرست شي نهار، كنقول دابا لا ما غنعملوش صعيب. باغ كونتخ سبحان الله هذا العام كنت كنقول غنعمل كليمانجارو، كانت فهاد ليبوك هادي ديال افغيل كان سينوفر كان عطانا اتصال لواحد الكيد كنا شفنا معاه وكنا غنشوفو حتى لي سفاري تما بين حاجات اللي كلشي كينصح بها، وكليمانجارو حتى هو لالتيتود ديالو زايده، ولكن الناس اللي كنعرفوهم صحابنا كاملين اللي عملوه كاملين عجبهم حالهم وقدروا يوصلوا. كاين دي تكنيك باش كتوصل، وهنا كيجيو بان لي كيد راه دائما سورتو بالنسبه للناس اللي بروفيسيونيل اللي كيعجبهم بانهم كيقول لك بين الحاجات اللي داخله في المشي هي التلفه، ولكن ماشي دائما هي اللي مزيانه. حنا شفنا دابا مثلا مؤخرا باش كنا في تيدغين، لما كان خلفنا تيدغين وتيزيران اللي كانوا ديك جوج الاخوان اللي كانوا مشاو بالليل وهبطوا في الاخر طاحوا واحد تهرس، وربي يحفظ السي مصطفى هو اللي كان عتقهم. اذا من الاحسن الانسان يدي معاه الكيد هو اللي كيعرف، بحيث ان في كليمانجارو يعني كتمشي في الصباح بكري كتمشي قبل الفجر كتحاول تطلع بالليل، وشحال ما طلعتي على الرغم بان تنزانيا افريقيا راه كاين الثلج، وهنايا اذا هضرنا على الثلج ديك الساعه كاين حاجه اللي هي مهمه اللي هو التنفس في الثلج، واللي قلنا قبيله اللي هما الاطراف ديال الذات. الانسان خصو يكون مكبط عليه مزيان، يكون لابس مزيان، يحاول يدخل في واحد الحراره ديال الذات، خصو دائما يخلي التسخين ديال الذات ديالو تكون مزيانه نظرا لان ملي كنسخن الذات ديالنا الاخوان كنسخنو حتى الهواء في وسط الذات ديالنا، يعني حتى هذه العمليه هذه ديال
ديال التنفس في الثلج راه خصك تكون اصلا انت سخون باش تنفس مزيان. وهذه كنشيروا ليها، كاين بعض الاخوان اللي كنشوفوهم من بعض المواقع واللي عرفناهم وتعرفنا عليهم كيمشي ينعس في اون طونط في خيمه في الثلج، ديك الخيمه ما كتكونش الخيمه ديال الثلج، الساك دو كوساج كيخصو يكون ديال موان 5 موان 20 كتجبروه في ساك كوساج عادي. يعني هنا كياخدوا هذا النوع من المغامرات اللي انا ننصحوا بها. حنا اذا مشينا كنمشيو باش نتمتعوا، باش ملي كتسالي هذه كتكون ماشي مغامره، فعلا كيكونوا فيها نوع ديال المغامرات ولكن صغيره، ولكن ما غنغامروش في براسنا ما غنغامروش في صحتنا، حنا كنمشيو باش نتمتعوا نرجعوا بحالنا، ومن نرجعوا نشوفوا ديك التوار ونعيشوا ديك الحنين ديك الوقت هذاك، ونحاولوا مورا عاوتاني نشوفوا شي مواطن اخرين عاوتاني باش نوصلوا. اخت فدوى قالت لي موا اوسي جي بونس ان جور ليفيرست. فدوى اختي الله يعاونك فرونس جيمري بيان تاين. دونك اذا قلنا في الثلج خصنا دائما نحاولوا نحافظوا على اللباس ديالنا، نحاولوا نكونوا سخون، يعني شحال ما كنا حنايا سخون مثلا نقصد لك اللي كنقولوا حنا البوفاندا اللي تغطي لك على 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 عنقك اللي على راسك باش العمليه ديال التنفس ديالك تكون مزيانه. نحاولوا بان الدوره الدمويه ديالنا توصل دائما، اهم حاجه الدوره الدمويه ديالنا توصل تعمل الدات كامله. شحال ما وصلت شحال ما غتكون عندها واحد لابورتاسيون، شحال ما غتكون عندها واحد لابورتاسيون كبيره بالنسبه لجميع الاعضاء ديال الدات ديالنا. شنو الحاجات اخرين عاوتاني اللي كنت كنخمم نهضروا عليها؟ كان بعض الاخوان كانوا سقسوني على الوجبه ديال الفطور. الوجبه ديال الفطور سيدي بين الحاجات اللي مهمه ومهمه بزاف. مش من ناحيه احنا كنا في خلال المشي كنحاولوا ما ناكلوش او لا ناكلو قليل او لا نحاولوا نعتمدوا غير على الفواكه الجافه بامكان نوع منها، ومنها تبقى نيت وما احتاجناش شي ماكله كبيره، بينما كان موفر عنا حتى الماكله ولكن ما كتكونش الشيء الماكله كبيره، بينما الفطور كان مزيان. مي كيكون الفطور مزيان كيعطيك بان ديك الانرجي هذيك دغيا كتحرق، خصو يكون فطور مكمول. ونحاولوا ما يكونوش في دي برودوي لي تيرستيل بحال دانا بحال هادوك شويه كيجيو صعابين بالنسبه لابسورسيون ديالو، فهمتني؟ بالنسبه للماكله، بالنسبه للماكله مور ليكزارسيس، بالنسبه للماكله مور ليكزارسيس ماشي باه فيه ناكلو، يعني من احسن مثلا نخلي واحد نص ساعه مثلا، ولكن خصنا ناكلو نظرا ان الدات خصها تريكوبيري، خصها تكون واحد الماكله اللي تكون حتى هي ايكيليبري، ماشي ديك المجهود اللي عملناه كامل نضيعه، فهمتيني؟ وهذه من الحاجات اللي كنقولوها حتى بالنسبه ملي كتسالي اللي هما كنقولوا ديال لي زيتيرمون اللي خصهم يكونوا مور ديال المور ديال هاد مور هاد ليكزارسيس هاد التمرين هذا اللي كيكون شويه تمرين شاق. علاش؟ نظرا لان تينامي كتبعد ساعات وتينا ديال المشي باش ديك العضله تحافظ على ديك المرونه ديالها وكتجنب التشنج ديال العضلات. وحنا قلنا قبيلاتي كاين ديك الاربطه اللي كاين عاوتاني حتى في المفاصل، يعني العضله اللي هو اللي هي الهبره اللي هي اللحم، وحتى ديك العظام خصوصا ماشي العظام في حد ذاته ولكن ديك الاربطه ديالو، سي تادير مثلا شحال ما تزاد الوزن شحال ما الركبه كتاثر كثار، شحال ما السمسه في الظهر كيتاثر كثار. مي كتكون ثابت تقل كامل على على الركبه ديال رجلك، على الشوبي ديال رجلك، على الكاحل، بالاضافه الى ديك الوزن هذاك تقل كامل عليها، شكون اللي كيمشي فيها؟ كيمشي فيها ديك الاربطه هما اللي كيمشيو فيها. دونك ديك لي ليغامون هذوك كيخصك عاوتاني ديك العمليه ديال بعد التمرين لي زيتيرمون اللي غتعمل هما اللي غيعاونوك فيهم. اذا هنايا اش كيوقع؟ كيوقع تحسين ديال الاداء ديال الشرايين ديال الدم، وهكذا الدم كيتدفق من جميع العضلات، فهمتيني؟ اذا هنايا كنعاونوا بان معدل ديال الضغط في الدم ديالنا كينخفض. هادشي هذا شنو كيعطينا؟ ملي كيعطينا هادشي هذا كيهبط لك من الالم نتيجه على ديك التصلب ديك العضلات هذيك، بحال اللي كنقولوا حنايا كتجيك مرات الديبه، فهمتيني؟ اذا هنا الركبه ديالك خصوصا الاوتار ديالها كتكون
استفدت من ديك ليكزيرسيس هذاك، كيزيدوا يصححوا حتى هما كتزيد في ديك التقويه ديال ديك العضلات هذيك ديالهم. شنو اخر عاوتاني الاخوان، دابا نشوفوا السؤال اللي كان قال يعني سي بلال حتى الناس عنده دور كبير بزاف، كانوا كنا مشكل كانوا تفقا بسببه. نعم كاين اخي ديالي، النوم بين الحاجات اللي مهمه في كل شيء، بحيث ان في جهاز المناعه اذا ما كانش عندك النوم ديالك مزيان كيخليك متوتر، يعني احنا بدينا كنهضروا النوم كيأثر لك على الحاله النفسيه ديالك، كينقص لك من جهاز المناعه. بالنسبه للمشي شحال ما كنت نعس مزيان شحال ما كيكون الرونطمون ديالك في المشي مزيان، كتكون العمليه ديال التنفس ديالك مزيانه، هادشي هذاك كامل كتحصل عليه. بالنسبه للسؤال ديال الاخ نوفل القبيلاتي، او الاخ نوفل تكلم على الادويه، ما بقينا هضرنا مشكل في الزرعة. شفت واحد السؤال ديالك هضرنا على مشكل التنفس والخنقة اللي كتجي في الارتفاع كيف نغلبو عليه، هضرنا عليها هادي كنظن. بالنسبة للشباب أخ يونس، بالنسبة للرياضة عموما يقال أنه لا ينصح بها قبل الإفطار إلى حد لا اي حد، هذه المساله صحيحه؟ واش كتقصدي الناس كتهضر على رمضان او لا من غير رمضان؟ التغذيه الجيده، هل هناك عقاقير تنصح باستعمالها قبل المشي واما بعد المشي يمكن ان تساعد المشائين؟ السؤال ديال الاخ نوفل، إيه هل تنصح بتناول مجموعات المغنيسيوم بعد المشي تجنبا تقلصات القيادات العضليه؟ نعم اخي نوفل، دابا باش نجاوبك، عادة الأهم حاجة احنا عندنا اللي كنصحو بها في العمل ديالنا صيادلة وكتا الأطباء، يعني وهنا كنفتح واحد القوس، يعني بعض الإخوان اللي عندهم خصوصا أمراض دائما يستشيروا مع الطبيب ديالهم قبل ما يعملوا، قبل ما يدخلوا في هذا التجربة ديال المشي في الجبال وفي يعني اللي كنقولوا شوية شبه محترفة، يعني هو المشي ينصح به مثلا في وسط المدينة في واحد الأرضية مستوية، يعني برا اللي كيكون شوية فيها شوية ديال الصعوبات ديال كيطلب منك واحد المجهود، من الأحسن يستشروا مع الأطباء ديالهم. كاين الأطباء اللي هم الأطباء القلب خصوصا، ولكن كذلك كاين الاطباء مثلا، كاين بعض الناس اللي عندهم يعني مشاكل في لي نيورو ترانسميتور مثلا. تحيه للدكتوره ديالنا، هي كانت معنا حتى هي دابا عاد هنايا، الدكتوره صفاء ليتيم، تحيه ليها. دونك خصهم دائما يستشروا مع الاطباء ديالهم ويشوفوا يعني هاد ليكزارسيس، هذا ليكزارسيس العادي، التمرين العادي اللي هو المشي العادي راه من صحبه في كل شيء. التمرين اللي كيتزاد شويه في لادوز ديالو كتزيد في هادي ديالو، راه هو كيأثر على الانسان. اذا هنايا باش ما نهربش على سؤال الاخ نوفل، حنايا اللي في رويسك الفواكه الجافه حنا اصلا كنفتو على ديك المغنيسيوم، هذاك هو اللي كنفتو عليه، هذاك هو اللي كيعطيك، هذاك كيصلح لك بزاف ريكوبيراسيون ميسكولير، يعني هاد القضيه اللي قلتي مزيانة ومزيانة بزاف، حاجة طبيعية على الرغم بأن أنا شوي فارماسيان اللي يجي عندي يقول له هي دي ديال، ولكن أنا كنفضل دائما تكون حاجة طبيعية ويكون استهلاك ديالها طبيعي على يكون واحد المنتوج، على الرغم بأن دابا قبل كانوا الناس كيقول لك هذا واحد منتوج كيميائي، دابا ما بقاش، دابا بزاف ديال المنتوجات رجعوا دابا منتوجات طبيعية، كيجيو من اصل طبيعي واصلا كتجبروا يعني منتوجات طبيعيه، حتى هذيك الاعراض الجانبيه اللي كانت قبل خايبه ما بقاتش. اذا هنا فعلا كيكون. بالنسبه لحاجه اخرى، بعض الاخوان اللي كانوا متبعين معايا الحلقات اللي كنعمل في اذاعه طنجه في صحه تاج، كنا كنهضروا على الفيتامينات ومجموعه من الفيتامينات والتاثير ديالها، كما كتعرفوا بان الفيتامينات عندها دور كبير بزاف في هذه العمليه ديال المشي، لابورتاسيون ديالها للذات وهذه،
وكنا كنهضروا مثلا فيتامين هذا كاين في هذا كاين في الطبيعه في هذه الخضره او في هذا الحوت او دابا كاين يعني دي كومبلكس فيتامينيك اللي هما مستخلصين اللي كيكون فيهم الحاجات اللي كتجبر شحال خصك من لا دوز من فيتامين ا شحال خصك من لا دوز من فيتامين سي شحال خصك من فيتامين او هاد لي دوز هادو كاملين كتجبرهم في واحد وكيعطيك ديك الجرعه اليوميه ديالك اللي خصك تاخد وهذه كتكون يعني بالنسبه للذات كتميتابوليز احسن كتعاوننا. اعيد واؤكد بان من الاحسن تكون طبيعيه، بان من الاحسن نجيب الخضره من السوق، من الاحسن نجيب الحوت من بلاصه ونطيبهم وتكون عندي طبيعيه. اذا شفت راسي بان عندي واحد النقص فعلا ديك الساعه نتعاون بهم. سيدي يونس قال لي في رمضان قبل الفطور، واش قبل الفطور بشويه؟ نعم انا نقول لك سيدي يونس المجهود اللي كتعمل دائما الانسان هو طبيب نفسه. اذا كاين بعض الناس اللي ما كيتريتش عام كامل، هذا العام هذه ما شفناهمش حتى داخلين في الحجر، الحجر الصحي عليها ما كاينش، كنت كتجبرهم حتى كيجي رمضان عاد كيهبط المرقاله يجري اخيب الحاجات، اولا كتجبرو في الساعه ديال الظهر الساعه اللي القايله فيها وقفه ديك 12 هو هود، يعني ما نفرضوش على الدات ديالنا الحاجه اللي اكثر من القياس ديالها. ما نقولش بان انا شحال ما الدات ديالي تهركت شحال ما مزيانه لي، لا لا، انت طبيب نفسك يعني غتشوف راسك بيدك، غتمشي عند الطبيب ديالك يقول لك راه انا كنعرفك كنعرف الدات ديالك وهشنو صلاح لك، صلاح لك غتمشي. دابا بالنسبه لينا حنايا اذا جينا نهضروا على الرياضه قبل الفطور، اذا جينا نهضروا على المشي وهذه باش نفتحوا بها قوس بالنسبه للمشائين والحجر الصحي، يعني الانسان اذا كان عنده الامكانيه عنده واحد السطح يطلع يخلف فيه فنعم ماهي، ما يحاولوا ما نوقفوش المشي، اقل شيء نقدروا نعملوا الدات ديالنا. اذا كان عندنا مثلا دي ماتريال كاين اللي كتجبر عنده شي بشكليتا كاين اللي كتجبر عنده طابي غولون في الدار ديالو، يحاول يقرب من ساعه المغرب فعلا، نظر لان باش ما ندخلوش في واحد الحاجه اللي هي هضرنا عليها قبيله مهمه بزاف لا ديزيدراتاسيون، باش ما يقلناش الليكيد من الدات ديالنا ديك الجفاف ديال الدات، حتاش نظر لان حنا قلنا الدات كتخصها واحد لابورتاسيون. اذا جيتي تينا وعملتي قبل المغرب وشتي راسك مزيان مزيان الحمد لله، ما تفرسيش دائما كنقولو ما تفرسيش، وحاول ملي تجي تاكل ما تاكلش عاوتاني بزاف، هي فعلا الدات ديالك غتطلب لك، حاول تكثر من الماء دائما كنقولوها ونعاودوها، اهم حاجه هو الماء، نسبه الماء تكون عندنا بزاف في الدات ديالنا. الرئيس كتب الضغط وانتفاخ الاطراف عند الارتفاع يختلفان بين كل شخص الاسباب، كيف الوقايه وكيف التعامل مع حدوث هذه الاضطرابات؟ خيوة دي سؤال، هضرنا على التغذية الدنيا ما كتعرف، لكن واجب نفسي أنا ديني أنا كتواصل وأتمنى المسار القمة بالنسبة كيفاش وجد راسك نفسيا دينيا بالنسبة للمسارات الصعبة طويلة بيها. تدي إن في المشتى تسلق الجبال، إذا بالنسبة لنا الضغط وانتفاخ الأطراف عند الارتفاع هو بحال اللي قلت دابا عاد نسي يونس، الإنسان كل 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 إنسان فهو كون في الداخل ديالو، يقدر يبان لك إنسان مزيان متزن وعنده مشكل ديال الضغط طونسيون أرتيريال تكون عنده طالعة مثلا كي اللي عنده طيحة، كاين الناس اللي عندها السكر، كاين الناس عندها بزاف ديال الحاجات اخرين اللي مرتبطين كيكون عندهم مرتبط بواحد العضو دون اخر، هاد الناس هادو واش ما يعملوش الرياضه؟ واش يعملوا الرياضه؟ بالعكس خصها تكون رياضه، احسن رياضه من هاد الرياضات اللي يعملوها هي رياضه المشي، لان قلناها هي اللي ما كتحتاجش شي واحد المجهود كبير وكتحتاج واحد الطاقه متوازنه، ولكن دائما خصها تكون بعقلانيه. اذا مي كنزيدو حنا في الارتفاع كيزيد يبان، كاين بعض الاخوان
وهذه على ذكر قبيلتي قلنا الهيموغلوبين كيحس بالدوخة. شتي كتقدر تنصحو بأنه يقدر يمشي يعمل واحد التحليلة ديال الدم، ونعطيكم واحد الحالة كتوقع. كتمشي تعمل تحليلة ديال الدم، كاملين بينا كنشوفو اللي هو الهيموغلوبين اللي هما الكريات الحمراء، هذه خصها تكون عندنا في 12. انا سيدي نعطيكم الحالة ديالي. انا عندي والله الحمد لله في 15، بحكم بانني بليتوني ضربتوا لي الابره حتى هنا في الجبوله، هذه راسي نورمال، مي كنطلعوا مي كنهبطوا كيبقى لنا عندنا دائما لي جلوبول روج زايدين والحمد لله يا ربي. ولكن واخا هكذاك بعض المرات كانت كتجيني الدوخه، كنستشر بعض الاخوان والاخوات ديالنا الصديقات ديالنا يعني الاطباء. وهذه واحد المره واحد الطبيبه فتحت لي قالت لي وشوف الخزان ديال الحديد. فعلا كانت مفاجأة بأن الخزان الحديد طايح، على الرغم بأن الهيموغلوبين زايدة. إذا هنا دائما نستشر مع الأطباء ديالنا، نشوفوا معاهم كاين شي حاجات اللي الإنسان عادي ما يقدرش يحس بهم، كيوقعوا لك بزاف الحاجات، حاول تتعقل على داك الشيء هذاك وتمشي تمشي عند واحد الطبيب وعرضهم عليه. كل نهار فلاني حسيت بهذه، يعني ما تحاولش تقول واحد الكلمة اللي بزاف دابا تستهتر بشي حاجة، تستهتر احنا عارفين على من كنهضروا دابا. اذا ما نحاولوش شي حاجة نعطيوها لا نيجليجونس نخليوها تدوز هكذاك وصافي. بالعكس سورتو بالنسبة للطبيب شحال ما ابورتيتي له لي ديتاي لي دوني كيعطيك. اذا هنا كاين بزاف الحاجات اللي حنايا نقدروا نقولوا هاد القضية هادي ما تأثرش. لا يا سيدي شكون قال لك تأثر؟ فهمتيني. اهم حاجه بالنسبه للالتيتود هي شرب الماء. اذا شفنا راسنا احنا قلنا كاين بعض الادويه اللي يقدروا يعاونونا، مثلا باراسيتامول والاسبرين، باش كنحاولوا نطيحوا من هاد اللومو ديال الديتات وديك لي تروب اللي كيوقعوا لنا. ونحاولوا دائما نشوفوا ديك احنا الميزان راسنا شنو هي ديك العلو اللي كيكون كيقدر يتاثر فيه واللي نقدروا نوصلوا له وحدنا تما، ما نفرصيوش على راسنا اكثر منه. هنايا كذلك عاوتاني تفكرت كاين قضيه ديال الدقه ديال القلب. الدقه ديال القلب كتختلف بين التمرين وبين برا التمرين. بالنسبه لينا حنايا كتبان الناس اللي المشاه خصوصا في العلو الالتيتود كيقدر يوصل لك قلبك الدقه ديالك تقدر توصل لك هي الماكسيموم، ما خصهاش تفوت 160 ولكن تقدر توصل لك حتى 180. راه قلتي في الاكستريم ملي تبقى تحس براسك دك 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 كتحس بقلبك على يني خرج، راه ما خصكش تزيد، خصك توقف ترتاح شويه. شتي راسك بان بالاضافه لهيداك يعني راه حسيتي بديك الالتيتود حسيتي بديك العلو ديك الارتفاع، راه خصك ترجع باللور. يعني نحاولوا ما نفرصيوش على راسنا. وناكد لكم واحد القضيه هذه كتوقع لينا وكتوقع مثلا الناس ديال اللي دراجات بسكليتات، ساعه ديال الاكزرسيس التمرين كتقدر توصل له لواحد الدرجه عاليه، وساعه اللي ترتاح فيها تعبر الدقه القلب ديالك غتجبرها 50، طاحت من واحد الدرجه لا تصور. وهذه طبيعيه بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم واحد لي فوق واحد الاكزرسيس زايد. سؤال ديال سيدي بوحرمه الحبيب ديالي خايو، هذا سؤال هضرنا على التغذيه الذهنيه. أوه. كيف ما كتعرف ان كنت انا اذا كنت واجد نفسانيا وذهنيا فراغ غتوصل انت المسار وصل القمه بنسبه 99%، كيف توجد نفسانيا ذهنيا بالنسبه للمسارات الصعبه والطويله او الجبليه؟ هذا سؤال مهم ديالي، مهم مهم بزاف. وشتي هاد السؤال هذا ليس فقط في ديك المسارات هادو ديك الصعود وديك القمة ديك 99%، بل بعد ذلك. نعطيك هاد التغذية الذهنية وحاجة مهمة بالنسبة للأطباء. عندنا شي مقطع في المخ ديالنا كيقدرو يتفتحو غير بالكلمة. علاش؟ غيجي عندك واحد مريض عنده واحد المرض فلاني، اذا شافك حسيتي به بان ديك الحرق اللي فيه وديك الشيء هذاك حس بك بانك تينا حس به كبره،
او على الاقل كتكون زولتي لواحد الكميه كبيره من ديك الحرق ديك الساعه، وديك الدواء ديك التريتمون هذا كيمشي له هو كيشربه وعارف راسه بان غيبره، كيعطيك بواحد الشكل كبير. هذه واحد القوه ذهنيه، هذه القوة هذه الذهنية كتكتسبها من هذا الشيء اللي قلتي، وخصوصا في صعود القمم. علاش؟ نظرا لأن الناس اللي هنايا كاملين عارفين بأن كيوصل واحد الوقت اي بونس دابوندوني، كيقول لا صافي أنا وصلت الطاقة ديالي، الطاقة ديالي هي هذه. كيرتاح واحد شويش كيجبر راسو كيقدر يكمل، بأن الطاقة ديالو ماشي هي هذيك، بأن الطاقة ديالو أكثر من هيداك، بأن هو وهم راسو بأن الطاقة ديالو هي هذيك. كيكتشف ذاته، كيكتشف ذاته من خلال هكذا اش كيوقع. يقدر يجبد ديك الساعه المشاكل ديالو الشخصيه ويداولها ديك الساعه مع راسو ويسمع راسو ويجبر راسو بانه هو قوي عليها، بانه هو قادر يحل من ذاته، ما محتاجش شي واحد يعاونو فيها. يعني هاد القضيه دي الذهنيه النفسيه مهمه 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 بزاف، بان قبل المسار قبل الصعود بان كاملين بينا تبقال صعيب، هذا صعيب، لا ما نعرف شنو هادي. لا، حاول ما تخليش راسك الحاجات اللي هرسوك قبل ما تعمل الحاجة. حاول تثق في راسك، حاول بأن تعرف بأن لي كاباسيتي ديالك اللي خلقهم فيك ربي والتوازنات اللي عندك أكثر من داكشي اللي نتينا منتظرو. بين الحاجات اللي كتعطيك عاوتاني من بعد هي ديك الراحة النفسية، بأنك يبداو يبانو لك حتى المشاكل صغيرين. شي واحد كيجي كيعاود لك على شي واحد مشى استعمل شي نوع من انواع المخدرات وبداو كيبانوا له صغير، بنادم ما نعرفش انه هادي ورجع مدمن، واذا ما يعرفش يعيش بلا بيهم. حنا ضاحكين الحمد لله، ناشطين فرحانين جوزين الساعه مع بعضيتنا مزيانين نشطانين، لا في المشي لا في المجي، وموراها كنبقاو مجموعين وكنعاودوا على شي اللي وقع لنا وعلى هادشي هذا اللي دوزنا وعقلتي على النهار الفلاني وهادي 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 وهادي. احسن حاجه هي اهم حاجه هي هادي، هي نخليو الذهن ديالنا والنفس ديالنا نقية وعاطيانة ونمشيو فيها بعيد. هل المشي المسارات الطويلة والقمم تناسب من يعاني ده؟ أخت فاطمة الزهراء، المشي إلا قليل قليل من الأطباء في بعض الأمراض اللي هما قلالين اللي كيقول لك افيك بريكوسيون، افيك بريكوسيون، بينما مع كل شيء ما تجبرش احسن من المشي، ما تجبرش احسن من هاد الدواء هذا. طر لك النعاس مشي يجيك النعاس، طلع لك السكر مشي يهبط لك السكر، تعصبتي مشي يرتحك، جاتك كونستيباسيون كرشك قصحة نمشي تخدم لك كرشك أي حاجة. الحمد لله يا ربي، هذه هي الحاجات اللي كتعطيك باش بحال اللي قلنا في الأول تنفس وتنفس وتقول الحمد لله يا ربي قادر نتنفس وقادر نمشي بعيد. مشكل عندي كحاني كنسمعو مزيان، شنو عايزين مثلا فيديو بدون صوت؟ سي عبدو، سي عبد السلام بدون صوت، اذا عندي غير عند سي عبد السلام وصافي. السعادة القصوى، والله السعادة القصوى اللي قال لخصها بنوفل صراحة الله، عشناها وما زلنا نعيشها الحمد لله يا ربي. واهم حاجه دابا بان مر ما غيتسالى هذا الشيء، هذا اول حاجه اللي غتعمل واللي كيعملوا بها جميع الدول في المرحله الاولانيه، هو يخليو الناس يخرجوا تريدوا، هو يخليو الناس تخرج تريد ويخليو الناس تستنشق الهواء ديك الهواء النقي، نظرا لان عاوتاني الرياضه في انصال ماشي هي الرياضه في الهواء طبيعي، وهذه كنهضروا بشكل عام. وان شاء الله الرحمن الرحيم قربنا نخرجوا منه. كان نمشي حتى
كنتش واش لم أتسلق الجبل، ولكن كنت في رحلة سفاري بغنم حيوانات بكينوا. صح، هكذا دي يوسف. فدوى جي لاسي تومبي نو تانكيت. وفدوى اختي شنو نقول لك؟ اللي بارست هذاك. هنا كان شي سؤال اخر ما عقلتش فاهمين. نوفل قال لي صاحبنا راه عاود اتصل بيا مؤخرا، هادي على ليفيرست. واخا نشوفو دابا اذا كان شي سؤال اخر، اذا كان شي حاجه. كيف يمكن تعويض المشي داخل الحجر؟ سيدي عبد السلام انا قلت لك حاول حاول اذا كان واخا غير في السطح، فإذا عندك هذه يعني تحاول تعمل واحد المدة ولو تكون 10 دقائق، نظرا لأن كنقول بزاف الناس كيقول لك من بعد كيقول لك بأن حتاش كتمل مما كيكون السيركوي مشدود كتمل، بينما إذا مشيتي 10 دقائق، كل 10 دقائق حاول تقسمها إلى 4 مرات في النهار مثلا، تقدر تمشي تكتر صراحة الله. يعني حاول دائما المينيموم مينيموم واحد نص ساعة في النهار مدة 5 أيام في الأسبوع، وإذا ضربت فيك القايلة أحسن حاجة هي هذه كتكون ديك الساعة حققتي اللي كيطلب منك، لا من ناحية المناعة ديالك، لا من ناحية ديال العظام ديالك، لا من ناحية ديال النفسية ديالك، حاجة طبيعية دائما بالكاسكت ديالك بالواقي الشمسي ديالك، ولكن حاولوا خصوصا في الأطراف ديال اليدين وديال الرجلين ضرب فيهم قيلاب ولا فيتامين دي، وكذلك بالنسبة للمناعة. سوى ده تبارك الله على سيدي عثمان العثمان كيسين أخي ديالي. بعد هذه المدة الطويلة ديال الجلوس بدون قمم واش في الرجوع إن شاء الله كتنصح تصيد الريتم تدريجيا، ولا ما فيها بس رجوع القمم مباشرة إذا كان الريتم مزيان؟ قبل منا كيف نرتب أنفسنا منازل ما بعد الحجر؟ تبارك الله مزيان. بالنسبة كيفاش غنرجعو هنا هما الاخوان باش نفهموا، وغادي نبين حاجات التدابير اللي كتاخذها الدولة ارتكازا على اللي كتقدم وزارة الصحة، نظرا لان هذه غير باش نشيروا لها باش عارفوا البروتوكولات اللي كيدوز منهم. هادشي هذا ديال الكوفيد، لا سولول كوفيد هي سيت اون سولول سيونتيفيك ديال وزارة الصحة، وزارة الداخلية يعني وزارة واحد جهاز تنفيذي اللي كطلب منه وزارة الصحة. إذا بالنسبة لأي طبيب إن شاء الله الرحمن الرحيم الإر زيرو أو طاح، البارح كان شي 0.73، إن شاء الله الرحمن الرحيم قربت الفرج يعني إن شاء الله كيفاش نخرجوا. ولكن هنا شنو كيوقع؟ كيبقى عندنا واحد الاحتمالية صغيرة نظرا لأن هذيك المخالطين ماشي كاملين ديتكتيناهم، ونقدر لا يقدرها. كاين بعض الناس كيعيطوا للموجة الثانية، هي ليست بالموجة الثانية، بينما هما ديك الناس كيكونوا اسيمبتوماتيك ما كيبانوا لك شي، هما كيبقى فيهم وهذوك يقدروا يلصقوها في ناس اخرين، يعني تو سامبلومون هذه هي القضية فيها. دونك هنا كنخليو ديك المدة هذيك، وباش ما يوقعش هادشي هذا خصوصا بانوا بعض الحالات مثلا بحال دابا اقليم الحسيمة دغنيغمون 3 د الحالات اللي طرحت فيها الناس مشاو من طنجة واللي مشات من مكناس، اذا تأدوا من جهات اخرين، اذا دائما كيبقى لك هادشي هذا. وزير الداخلية راه ديجا كنقال بأن التنقل بين المدن ما غيكونش، إذا في الأول غيكون عندنا غير هنايا باش نمشيو باش نقولوا بأن باف نعملوا قمم، وهذه شوية صعيبة. ومن منصوح به المنصوح به بأن أول حاجة الإنسان قبل ما يرجع تاني العمل ديالو خصو يرجع للطبيعة ديالو، خصو يرجع للدورة الدموية ديالو، خصو يرجع بأن ديك لايرياسيون ديك لاوكسيجيناسيون ديال الدات ديالو. ولذلك جرعات يومية من المشي، جرعات غير ريقو غير بشوية علينا ما نطلعوش الريتم مرة واحدة. لا، أول حاجة يعني خصنا نردو واحد النيفو ديال الأكسجين للذات ديالنا الخلايا ديالنا، ما نمشيوش بافا نقول لا أنا عندي، وتقدر تكون عندك. هذه من بين الحاجات اللي نقولوها الإخوان ونحاولوا ناخدوها دائما، تكون عندنا درس عندنا في الحياة. كنقدر انا واحد الاكزرسيس نقدر نعمله، نقدر بان لي راسي بان هذا التمرين هذا انا قادر عليه، ولكن ما كنلاحظش بان مي غيمر الوقت غنجبر بان كاين مضاعفات على الدات ديالي ديك الحاجه هذيك.
راه كاين الحاجات اللي عندنا حنايا في اليوم ديالنا، يوم يوم كنشوفوهم في المجتمع ديالنا وكيوقعوا تأثير. من بين الحاجات مثلا جاتني دابا بالي، كتجبر حنايا الأطفال الصغار باقي ان شاء الله شهر شهرين كيبدا يعطيه الماكلة، او يعطيه بيتي سويس، او يعطيه شي حاجة بحال هكذا. يا ما وقعت لي في الفرماسيا، كتجي مثلا شي سيدة كبيرة تقول لها شريفة لا، راه الجهاز الهضمي ديالو ما كيتكونش 6 شهور من فوق. وفي الكوفيد نيت احنا شفنا لا بروفيتيلا، ها هي دابا صدقت بالنسبة للأطفال، علاش ما كتعطاش فيهم؟ نظرا لأن هذيك الجهاز الهضمي كيكونوا دي باكتيريا اللي عندنا فيه مثل الإتشيريتيا كولي، ما كيكون باقي ما تكونوش، لا هذه بروفيتيلا إتشيريتيا كولي كتكون، لذلك ما كتكونش التأثير كتر. إذا هنا كتقول لها شريفة راه باقي ما كيكونش الجهاز الهضمي. آه لا غير عطيه عطيه أشريف الله يهديك راه ماشي مزيان. كتقول لك أه وعلاش ما كليتيش العصيد بدق في صغرها؟ كنقول لها يا شريفة كليته بحالي بحال المغاربة كاملين، غنوصل واحد السن غنزول المرارة. كاين شي حاجات اللي كيبانو تا من بعد، ما كيبانوش هذيك الساعة. كاين حاجات اللي كتقول مثلا إنسان كتجي رمضان، السيد عنده الضغط والضغط ديالو غير متزن، يعني باقي كيطلعو هباط والصيام كيأثر له على الضغط. كيقول لك لا انا قادر نكمل النهار. ما قلناش يا سيدي راك قادر تكمل النهار، ولكن اعطيني من هنا عامين ارى لي فاكتوره هذا النهار اللي صمته اليوم. اذا نحاولوا الاخوان ما نشوفوش نتغروش بنفسنا، دابا نمشيو شويه بشويه، نحاولوا دائما نخمو بان الذات ديالنا سيتان اكيليبر، واحد التوازن. ديك التوازن هذاك حنا اللي في يدنا نحافظوا عليه. الانسان طبيب نفسه، هو يسمع الداخل ديالو ويشوف، يقدر دابا يشوف راسو بانه مزيان نعيم ماهي، ولكن ما يفرسيش على راسو، دائما يمشي مرتاح. قليلهم داوم احسن من كثرهم مقطوع. الادويه التي ينصح ان ترافق المشاء في خرجاته. تبارك الله على الرئيس ديالنا، فعلا هذا سؤال مهم. المشاء خصوصا كنهضروا على المشاء المحترف، نظرا لان دابا اللايف يقدر يكونوا يشوفوه، الفيديو يقدروا يشوفوه الناس من بعد اللي كيمشيو تبارك الله عليهم عندهم واحد النوع ديال هادي. انا قلت لك كاين فرق بين داك المشي العادي اللي في واحد هادي مستوي، وكاين اللي هما شويه كتكون فيهم ليكزارسيس كيكون فيهم شويه شو واحد صعوبه. اذا هنا في هاد الصعوبه هادي حاجه طبيعيه كيتاثروا بزاف الاعضاء. قلنا قبيلتي بان المفاصل والعضلات بان الاوتار هادو كاملين كيتاثروا في حاله اذا ما كانش ليكيليبر، في حاله اذا ما كانش التغذيه معوطه، في حاله اذا كان مثلا الانسان ان شاء الله في الايامات ديالو الاولانيه وكيفرس على راسو، في حاله اذا كان سيغ شارج سيغ بوا واحد الوزن شويه زايد. اذا هنا ما فيها بس اذا تعاوننا بالدواء بشكل عام، يعني ولا بد. كنعرفوا بان خصها تكون عندنا واحد اللي كنقولوا لابوتيكا ديال ديك المحفظه الصغيره اللي فيها بعض الادويه. كاين بعض الادويه ديال هذه الاوليه، السجل الاوليه اللي كيكونوا بحيث ان بحال اذا كان شي جرح ولا شي حاجه، نظرا لان احنا في الطبيعه كتقدر تجرح، كتقدر تهدي، كتقدر تضمادات وبيتادين او بوماد. وكاين حاجات اللي كيقدروا يجيوك مثلا بالحريق، اذا كان عندك ان سبراي اللي كيكون انا نوتي في لما توخ سبراي، اذا كانت عندك ان بوماد خصوصا دابا اللي عندنا مشهوره حنايا في المغرب فولتارين وكيتيوم، وهادوك سون دي زونتي انفلاماتوار اللي مهمين خصهم يكونوا معانا صراحه الله. يقدر يكون معاك اون كومبريمي يعني بوغ لا فوا اورال، بان هادو كيعاونو بزاف. خصوصا حنا كنهضروا دابا هنايا كنقدروا نهضروا على كاين الخرجات اللي كيكون فيهم نهار، كاين الخرجات اللي كيكون فيهم يومين، كاين اللي كتوصل لك حتى 3 ايام. يعني الانسان ولا بد ما ياخذ جميع الاحتياطات ديالو، خصوصا كيكون بانها برا المدينه. اذا كتكون برا المدينه وقعت لنا واحد المره مع واحد الاخ بدات كتحرقوا الدرسه، دونك كيخصك ولا بد هادو من الحاجات اللي كيكونوا خصك ولا بد ما تعمل على حسابهم. وخصوصا الحاجات اللي كيتجنبوا لك بحال اللي قال الاخ في القبيله التشنجات، الحاجات اللي هذه عضليه حتى هي. اذا ركزوا بعدا على لي زونتي انفلاماتوار، هما الاولى لي زونتي انفلاماتوار مهمين بالنسبه لنا. كاين بعض الاخوان كيعملوا باش ما كيحسش هو بالحرق، مثلا هو الى قال نخمم نطلع واحد الجبل اللي هو شويه صعيب، انا جو اونتيسيب هاد القضيه هادي، دونك شنو غنعمل؟ غنشرب لونتي انفلاماتوار قبل،
هي هذيك نيت باش كنخفف على راسي اذا كان غيكون شي حريق، اذا كانت غتكون شي انفلاماسيون انترن، اذا كان غيكون شي حاجه اللي تاثر عليا، اذا ديك الساعه باش نخفف على راسي غنستعملوا ما انا قبل. وهاد القضيه هادي راه كتعمل عاوتاني بالنسبه باش نفهموها الاخوان وتجيهم سهله. كنعرفوا بان الاطفال ملي كيخلقوا مشيت انا تعمل لهم الفاكسان، ديك الفاكسان غيتسبب لهم في السخانه او ديك المقطع ديال ديك الشوكه كيتنفخ. اذا حنا كننصحوا قبل باش هاد الوليد هذا مصغير تجنبوا بان حتى يمر ديك المرارة هذيك ديال ديك الحرق وديك الشيء هذا، اعمل له ديك القويلبه قبل ما تده، باش هي هذيك على بيد من يوصل، على بيد من هي تعطي المفعول ديالها، وهذه كتكون ديك الساعه هو بيدو كتجوز بسلام. دابا كاين بعض الاخوان كيخموا حتى هادشي هذا يعملوا حتى مع الجبل، يعني ما كيكونش واحد الحاجه ديال هادي ما كنقولوهاش تعمل سي لوطو ميديكاسيون غير ما نصح بها، ولكن كاين اللي كيعملها. عندي دراجة لكن مع تغيير النوم يصعب، مفهمتش هذا الساعة بالنسبة لأخواتنا خصوصا في صعوبة التنفس والعياء. وهي هادشي اللي قلنا، يعني هو مي كتكون قابط واحد الريتم، دابا خرجتي خلفتي تيني مشيتي كتزيد ديك الريتم شوية بشوية، إذا رجعتي إلى الله ولقيتي براسك بأنك الريتم ديالك كان زايد، الريتم ديالك كان زايد، ولكن حتى التنفس ديالك كان زايد، دابا ديك التنفس قل. اذا حتى بالنسبه للعضله عاوتاني هي ما قدرش تهز ديك النوع ديك الصعوبات اللي كانت بحال كتهز قبل، اذا شويه بشويه عليها حتى ترجع ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي كنظن ما اكثر حاجه تحرمنا من هذا التوقيت تحسينا بالنعمه اللي تنعيشنا عليها انا ويا عندنا الاخ ماشي غير حسينا بالنعمه وصافي. فريمون هذه من بين حاجات لي كونكلوزيون ديال المرحله هذه اللي دوزناها ديال الكوفيد، هي هاد عمليه التنفس. فريمون والله دابا كتقول الحمد لله قادر نتنفس، خصوصا في ايامات الاولانيه ملي كان باقي ديك الخلعه قابطه فينا، وهذه الحمد لله دابا طاحت شويش. كنتي كتشوف بانك اذا كملتي النهار بانك تتنفس راه نعمه كبيره، بان الفكره اللي كانت بان لاتاك لو سيستيم ريسبيراتوار بالمناخ راه كل الناس ما قدرش تنفس. الله يرحمه مساكن ما قدروش يتنفسوا. بون من بعد راه اكتشفوا بان حتى القضيه ديال الكي اتاك في الدم، اذا تما عاد بداو كي انجكتو لي زونتي كوغولون باش طيحو لهم هادي. مي فريمون عملية التنفس واحد العملية مهمة، عملية مهمة ومهمة جدا، كتعطي لها بزاف د الحاجات. التنفس مع الدم كيمشيو مع بعضيتهم، نظرا لأن حنا مي كنتنفسو كندخلو الأكسجين هو اللي كيوصل، لأن تعطينا الطاقة بالذات كاملة. يعني شوف الفرق، تينا كتهضر على الطاقة تينا كتنفس، مجرد بانه هو الاكسجين هو اللي يعطيك بانك فينا تكون تخلق هذه الطاقه هذه كامله ديال الذات ديالك. كاين شي اسئله الاخوان؟ تكون نضروا على كورونا. ايوا واخا الاخوان، تحيه عاليه. حكى تم قلة النوم في عينك رغم ذلك استيقظت في تركيز وكم معلومات حفظك الله. قلة النوم ازدعاء سلامة خير، نظرا لأن الخدمة فعلا زعما هادي. تحية من جميع الإخوان اللي في القطاع ديالنا، من صيادلة، من أطباء مساعدين صيادلة، تبارك الله عليهم، ومن مساكن اللي مكافحين معانا، نظرا لان على شبه المساعدين كاين بعض الصيادله اللي يسمحوا فيهم المساعدين ديالهم قلالين، خافوا ومشاو، بينما كاين بزاف اللي قال لك لا انا معاك. بينما في كاين عاوتاني الاطباء تاع مساكن. سي خالد عاد قال واحد السؤال، اذا فعلا جوزنا واحد المرحله صعيبه الحمد لله يا ربي، ولكن بصراحه
تحية ليهم وتبارك الله عليهم، والحمد لله كل شيء داز مزيان. دابا قربنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما بقى شي بزاف. سي خالد، انا عندي حساسية حادة للعسل والنحل. ياه، نتيجة اتخاذ وقت المشي في الغابة حالة العسل، بدل الله من عمل. ما هي بعض المناطق في زيارتها في المغرب؟ لو فاكر تهضر لي في السياسة كاخا، كتقول لي بعض المناطق بالنسبة لسي خالد، بالنسبة للحساسية، وهذه ماشي غير بالنسبة للحالة ديالك اللي هي مع النحل. الحساسية ديال النحل بين حاجات اللي الحساسيات اللي صعابين، كاين أختنا خديجة ما سمح لي باش تشي. أنا كيضرني القلب، ما كنقدرش نتحرك. اسمح لي سي خالد واحد السؤال كان قبل السيد الأخت خديجة. هنا كيخصك تشوف مع الطبيب ديالك، هنا خصك تشوف مع الطبيب ديالك. يعني هو هيعمل لك تخطيط القلب وهيقول لك المنصوح به، منصوح به غير هيدا ستوندار بحال اللي غنقولو. هي غتشوف واحد الريتم صغيور صغيور بزاف 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 بزاف، ولكن حاول ما تسمحش بالمشي. سي تادير غتمشي في الاول، حاول تخلي غير واحد جوج دقائق شي حاجه اللي هي كتشوف بان تقدر تعملها في الكاباسيتي ديالك بلا ما يطلع لك ديك الفريكونس كاردياك، يعني وعلى حسب الوزن ديالك عاوتاني بلا ما تفرسي على الركبه ديالك، على حسب الضغط ديالك حتى هو عاوتاني بلا ما تفرسي عليه باش ما يطلع لكش الضغط ديالك، على حسب نسبه الكوليسترول. ولكن ما تسمحش، شويه بشويه شويه بشويه، دائما زيد دائما زيد، ولكن دائما في لي كاباسيتي ديالك، ما تفوتش لي كاباسيتي. خلفتي دقيقه يعني ماهي بارك، خلي واحد المدة عاوتاني، خلي إذا قدرتي في نص النهار مزيان، قدرتي تن على غدا، وكل مرة زيد واحد شويش، ولكن باستشارة طبية خصوصا طبيب القلب ديالك. وحاجة طبيعية عارف لا بروسيدور والبروتوكول، يعني غيعمل لك التخطيط ديال القلب. نرجعو للأخ خالد. أخ خالد، يعني الحساسية، الناس اللي عندها الحساسية وخارجة من الغابة وخارجة من الطبيعة، وفعلا لا قدر الله كاين بزاف ديال الحاجات، هنا يجب أخذ الاحتياط. اما يكون عندنا واحد الدواء ديالنا ديال الحساسيه، خصوصا اذا كانت بحال دابا اذا حاده راه هنا كيخصو لا بد من استشاره طبيه، نظرا لان لا قدر الله الناس ديال الحساسيه اللي عندهم ديال النحل راه كتقدر تنتفخ كامل، كتكون واحد لانفلاماسيون كبيره ديك الساعه. في حاله فحال هذيك راك عارف بانك كتكون واحد لانترفونسيون في لا كلينيك بلي زانجيكسيون بهادي، يعني باش كطيح ديك النفخ. ولكن احنا نهضروا غير بشكل عام، بشكل عام بشكل بسيط، يعني ما كنبغيوش ندخلوا في لي ديتاي سيونتيفيك. دائما كنبقاو في الحاجات اللي هما متيسرين بالنسبه للناس كاملين اللي يقدروا يعملوهم. يجب اخذ الاحتياط، يجب استشاره طبيه. واذا كان شتي راسك خرجتي وهادي، يعني تاخد معك مثلا بحال دابا لي زونتيستامينيك ديال الحساسيه، لي زونتي انفلاماتوار، الحاجات اللي يقدروا يعاونوك. ولكن قبل ما تخرج خصك ولا بد من الاستشارة. سو كنا الأماكن اللي خصنا نزورو في طنجة ماري محالة عمادة. سنة دكتور أنا كيحرقني مصاري. بالنسبة للأخت الأخرانية، بالنسبة للسؤال، هما عندهم علاقة، ومثلا ملي كتكون الكرش قاس حركة تأثر. وعلاش حنا كنقولوا بأن المشي مزيان؟ نظرا لأن باش نفسروا هاد العملية هادي، عندك المصارن، نقولوا مثلا كملي كنشوفهم في العيد كيجيو بحال مذبذبين شويه. اش كيوقع؟ اللي هو البولو فيكال كيبقى يتكون وكيكون موفمون من تحت من فوق من فوق من تحت، وكيمشي بالجنب، يعني باش هو كيتكون يعني كيدور وهو خارج. هنايا اش كيوقع؟ كيوقع بان كيكون عندنا مثلا لي غاز، او لا كيوقع لنا الكونستيباسيون، يعني المصارن ديالنا كيتزيرو وكي كي كيكون كلشي قاصحه فين نقولوا. اذا هنا كيكون بحال عندك واحد النقص ديال هاد الليكيد هذا،
يعني اذا جينا نشوفه بشكل طبيعي، مثلا حاول تجنب الخبز الفرس وتاكل خبز الزرع، حاول تاكل زيت العود، زيت زيتون، شرب اللتين. هذو من الحاجات اللي حاول دائما تكون عندك الالياف لي فيبغ في الماكله ديالك. مثلا بحال دابا تاخد فروطه اللتين ولا شي حاجه، خليها بديك اللي كتجبران داخل ديك هذيك بيطه، هذيك راه حتى هي كتعاونك. مثلا في البنان كتجبر واحد الخيط، هذاك راه فيه الالياف بزاف. الحاجات حاول حاجه تركز على الحاجات اللي فيهم الالياف. شحال وصلنا دابا؟ تبارك الله، ساعة وثلث والجلسة معكم حلوة الإخوان. أول مرة غنعمل لايف، أخباركم؟ أول مرة نعمل لايف في التليفون، ساعة وثلث تبارك الله. سيناو في المشاغب، الفيلسوف ديالنا، نستفيد منك الكثير الكثير، ما يبان المناطق التي تستضيف جميع زياراتها في المغرب. إيوا أخي ديالي مكون. باقي ما عملناش، خصنا نمشيو نعملوه. وفلتت لك كاتدرال انا وفلاخ. بالنسبة لطاجا كاين بزاف المناطق اخوتي صراحة الله، خصوصا دابا كي تتم تجهيز غابة ديال الرهرة، داكشي مزيان بزاف. حتى المنطقة الأولى عملوها للأطفال في الداخلة، كاين تما ديك لامور ترجع تما طبيب الشريح وداكشي هذاك. كيف زيادة إذا كاين الغابة، والغابة مزيونة ومزيونة بزاف، اللي كنصحكم بها إن شاء الله مرة ما نرجعو. فيها جوج العيون، غتمشي على اليمين كاينة واحد العين، وغتمشي على الشمال كاينة واحد العين آخر. الطبيعة فيها خلابة، إيوا وغزالة مزيان. كيبقى دائما الرميلات هو الرميلات. مرحبا أخوتي، شكرا جزيلا لكم، وقبلوا علينا وصافي. نتمنى على ربي نكون قدرت نوفي بالتطلعات ديالكم، سنقول لكم زعما الله يخلينا دائما مجموعين، الله يخلينا دائما عائلة واحدة. والحاجة اللي كنفتخروا بها بأنك مشاء من المشاة، من جمعية الرحالة، من الزورق، والله ما رفع عنا هذا الوباء صراحة. خصوصا ملي كتكون في الدومين كتحس براسك عييتي شوية. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. مرحبا، حضر المدن إن شاء الله. تحية الرئيس، حفظك الله وبارك فيك وصحتك، الله يرحم والديك يا أخي. شكرا جزيلا أخوتي، شكرا للاستماع، شكرا للمشاركة. وقبلوا علينا وصافي. قبلوا علينا وصافي، يلا دونك نساليو. يلا تبقى على خير، نهاركم مبروك وبشركم مبروكة إن شاء الله. إذا ما تشوفنا شي تعيدوا بالصحة ولهنا. رمضان مبارك، سلامة.